أكثر من 160 عائلة تقطن بحي ماكوت بعين البنيان في العاصمة رفضوا الترحيل إلى السكنات الجديدة بتسالة المرجع بسبب ما يقولون أنه تلاعب من قبل السلطات بسكناتهم ومنحهم قرارات استفادة لشقق من غرفتين. هذول الدكات اللي تشوفوهم كاع الخر فيهم عند دكار كان عنده ولاد كبار وكان عنده صغار. شمو البير إنه زطري عطر ما نسيت إنه بيتعب مدي بابا متر دي بود دون أكتر ما سكون دموت إيش كفريمو لطا هذي إذا لو قال دي سيتوين تاوها on dit le déficit dit qu'il y a plus d'F2 actuellement on a une joueur entre les buts d'F2 عند دي كولينغ قالوا مطيحين قاعدين من الداخل مش ولاد كان F2 تلاعبتوا بينا حنا خنتونا في ثقه درنا فيكم ثقه خنتونا حنا الاقدميه راكم خنتونا تعرفونا دار بدار رئيس المجلس الشعبي يعرفنا دار بدار عاهدتنا عاهدناك بلي ما نديرو لك والو خدعتنا. المحتجون قالوا إنهم وعدوا بسكنات واسعة بحي 1000 مسكن بتسالة المرجع إلا أنهم تفاجأوا بأن الأمر غير ذلك. كي رحنا لاحظنا لقينا المسكن هذا غير لائق كامل أبد ويرحم والديك تيلا عنده 7 أولاد و5 أولاد كيفاش أبدوا هذيك كيفاش يرقد فيها صافي راهو معزول صافي دونا من الضيق للضيق. قاسي كريمة نائبة المكلفة بالشؤون الاقتصادية أكدت أن الأمر يتعدى صلاحيات البلدية. احنا عملية التوزيع ماشي البلدية اللي تقوم بها ماشي من صلاحيات نتاع مصالح البلدية. عملية التوزيع هي من صلاحيات مصالح ولاية الجزائر. احنا البلدية علينا نديرو نقوموا بالإحصاء نديروا الاحصاءات وكما يقولوا كونسوليد الملفات ساجير نكملوها الملفات اللي مخصوصه فيها وثائق نكملوها وندوها لمصالح الدائره والدائره هي ديها الولايه هنا تحبس المهمه تاع البلديه. احنا دوك نزيدوا نقوموا باتصال مع مصالح ولايه الجزائر هما اللي ياخذوا الاجراءات اللازمه. ما حدث بعين البنيان في العاصمه وما يحدث في عده بلديات اثناء عمليه الترحيل يبعث فعلا عن التساؤل حول جدية وعود أعوان الدولة وحقيقة سكان القصدير في الخلاص مما يرون أنه جحيم.